شارك سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس هيئة الكهرباء والماء وسعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ وسعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء ضمن وفد حكومي رفيع المستوى في حفل الافتتاح الرسمي لأسبوع أبوظبي للاستدامة الذي افتتح اليوم برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وبهذه المناسبة أكد سعادة رئيس هيئة الكهرباء والماء على الجهود البارزة والمتميزة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في تنظيمها لهذا الحدث العالمي الكبير الذي يجمع النخب من أنحاء العالم للبحث في آليات تنمية وتوحيد الجهود نحو ضمان مستقبل آمن وتحقيق الخطوات المتتالية نحو الحياد المناخي، مشيرا سعادته إلى أن مملكة البحرين تضع مستقبل الطاقة وتنمية الموارد والاستدامة ضمن أولوياتها الوطنية وما تقوم به حاليا من تنفيذ للمشاريع الهادفة والتنموية تراعي من خلالها عدة اعتبارات من شأنها الحفاظ على مستقبل المملكة البيئي وما يربطها مع الدول الشقيقة والصديقة في دول العالم من اتفاقيات ومعاهدات تختص بهذا الشأن. وبدوره نوه سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ إلى أهمية تضافر الجهود السياسية والالتزام بالمعاهدات المناخية البيئية لمواجهة تداعيات تغير المناخ التي تهدد الإنسان والبيئة، وذلك من أجل تحقيق مبادئ اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.